إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذن كما كتشاهدوا كنتواجدوا الآن بساحة التحرير. إذن السيد هذا اللي جالس في هذه الكاروسة هذه هز حجرة وضرب بها حافلة ديال الحافلة ديال نقل العمال وأصاب سيدة، والآن تم الاعتقال ديالو بطبيعة الحال وتم التوقيف ديالو من طرف رجال الأمن اللي واقفين. إذا نطلب الله السلامة. السيد هذا الناس ديال مدينة العريش كيعرفوه أنه كيتعاطى للأسف الألكول بزاف د المرات، كيأذي الناس للأسف. الله يكون معاه، أنه كيكون في واحد الحالة اللي هي حالة هستيرية للأسف الشديد. السيدة تم نقلها صوب المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج في مع عناصر الأمن بطبيعة الحال مجندين واقفين هنا في هذا المكان بعد هذه الواقعة اللي هزت المنطقة بأكملها. للأسف تمنوا أنه يتم يلقاو حلول بطبيعة الحال لهاد الناس هادو، أن هاد الناس اللي بدون مأوى للأسف يقيلوا دورو هنا في مدينة العريش. يقدر يكون أنه عنده المنزل ديالو، ولكن للأسف السيد كنشوفو دائما هنا كيدور. اليوم هو الحمد لله أن موقعش فاجعة، كانت الحجرة تقدر تأذي ديك السيدة، قدرت كانت توقع الفاجعة لا قدر الله. نتمنوا انه يتم يلقاو الحلول بطبيعه الحال لهاد الناس اللي بدون مأوى وهاد الناس اللي يكونوا في الشارع. لولا التدخل البطولي ديال رجال الامن ولولا يقظه رجال الامن كانت تقدر توقع الكارثه لا قدر الله. اذا السيد هذا دابا هما رجال الامن واقفين معاه كيصينوا انهم يشوفوا بطبيعه الحال شنو يديروا معاه في المسطره. للاسف هاد الظاهره ديال الناس، السيد هذا اللي اذى للاسف الشديد هز حجره، كان طوبيس دايزه هنا بساحه التحرير كتفرق العمال ديال الشركه من الميناء، حتى هز حجره وضرب بها طوبيس الزجاجه ديالها وتهرست والسيده تخلعت، قدرت تكون مضروبه وتم نقلها صوب المستشفى الاقليمي لتلقي العلاج. نطلب الله السلامه اكيد ومزيدا من الحيطه والحذر. للاسف هالظواهر هذه اللي ولات هنا مؤخرا ولات كتخلع بشكل كبير، نتمنى بطبيعة الحال أنه دخل السلطات من أجل إيجاد حلول جذرية لهاد الناس اللي كتسبوا في أذى الناس آخرين. يعني هاد السيد هذا دابا ما عرفوش شنو يديروا معاه، واش غادي يديوه يقدموه يعني يديوه البوليس أولا غادي يديوه تجي السلطات ويديوه المستشفى الأمراض العقلية مدينة طنجة. للأسف مجموعة ديال المختلين اللي كيكونوا هنا بمدينة العريش للأسف الشديد، رجال الامن اللي واقفين بطبيعة الحال ومجندين ولولا اليقظة ديالهم كانت تقدر توقع الكارثة لا قدر الله. نطلب الله السلامة اكيد. للاسف هذه الواقعة ديال المتشردين اللي كاين هنا في مدينة العريش الكترو كنشوفهم انهم كيجيبوهم من مدن اخرى وكيسيبوهم هنا في مدينة العريش للاسف الشديد. اذا في انتظار بطبيعة الحال وصول رجال الامن ديال الديمومة من اجل نقل هذا السيد هذا باش يفتحوا معاه تحقيق. اكيد ان كنتمنى قبل ما يفتحوا مع تحقيق طبيعة الحال يشوفوا الوضعيه ديالو، لان السيد راه كيقيله كيدور هنا، السيد كيتعاطى للاسف الشديد الالكول، ان الانسان اللي كيتعاطى الالكول توقع منه اي حاجه غادي يعملها. لا حول ولا قوه الا بالله، لان هذا الشيء هذا كارثي بكل المقاييس للاسف الشديد. يعني الطوبيس كانت ما عليها ما بها دايزه هنا بصحة التحرير كتوزع وكتفرق العمال كما العاده، حتى كيتفاجأ ان السيد هذا دايز من تما هز حجره وسيبها على الطوبيس، كانت تقدر توقع الكارثه لا قدر الله. نطلب الله السلامه اكيد. للاسف هالدائره هذه اللي للاسف كثرت في الايام الاخيره في مدينه العريش، نتمناو من السلطات باش تلقى حلول جذرية. السيدة تم نقلها صوب المستشفى الإقليمي تلقي العلاج بعد ما تخلعت ويمكن أنها تقاصت. نطلب الله السلامة. السيدة يلا خارجة من الخدمة إلا جاية من تمارة، جات باش أنها مشات بطبيعة الحال خرجت من الخدمة باش أنها تمشي عند وليدتها، حتى كتفاجأ بهذه الضربة اللي للأسف أن الزجاجة ديال السيارة. للاسف رجال الامن اللي واقفين بطبيعه الحال وتم التوقيف ديال السيد هذا اللي مريض، كيقولوا بانه مريض، كاين اللي كيقول بانه كيتشمكر، كاين اللي كيقول بانه كيتعاطى بطبيعه الحال، ولكن للاسف
هذا هو الواقع ديال هذه المدينه للاسف الشديد. الوضع ديالها وضع كارثي بكل المقاييس. اذا نتمنى من الله بطبيعة الحال ان المسؤولين يدخلوا ويلقاو حلول جذريه ماشي حلول ترقيعيه. الامن الوطني بطبيعة الحال لولا التدخل ديالهم العمل ديالهم البطولي، لان هذا السيد كما قلت انهم دخلوا وشدوه ووقفوه لانه سيب حجره وكانت تقدر تسبب الاذى لديك السيده اللي خارجه اللي كانت خدامه، هي اللي خرجت من الشركه، هي اللي بغات تمشي للدار ديالها حتى ما هبطتش من الطوبيس حتى كتفاجئ بديك الضربه. السيد راه الناس ديال مدينه العريش كامل كيعرفوه. السيد كما قلت الناس ديال مدينه العريش كامل كيعرفوه بطبيعه الحال. هنا كاين استنفار امني كبير هنا بساحه التحرير لان الواقعه وقعت هنا بقلب المدينه. السيده تم نقلها صوب المستشفى الاقليمي لتلقي العلاج بعد الضربه اللي تلقاتها الصدمه، لان الدقه كانت كبيره للاسف حتى الجثه تهرست. عرفناه بطبيعه الحال، عرفناه وكنعرفوه السيد هذا من هنا في العريش بطبيعه الحال، ولكن الواقعه اللي وقعت هنا راه اثرت بطبيعه الحال. نتمنوا ان السيد هذا يلقاو له حلول جذريه، يعني يلقاو له حل. السيد كنعرفو دائما كيدور هنا في العريش، دائما كيخلي حتى شي قنت، يعني هو بالنواحي كيسكن تقريبا عالم اعتقد هنا واحد كليطو. وكما قلت لولا التدخل البطولي ديال رجال الامن كانت تقدر توقع الكارثه هنا لا قدر الله. لقاو عنده حتى واحد الموز صغير، لقاو عنده في الجيم ديالو. إذا نطلبوا الله السلامة أكيد نتمناو باش يلقاو حلول جذرية ماشي حلول ترقيعية بطبيعة الحال لهاد الناس اللي الطوبيس راهي كما كتشاهدوا راهي ليه، وكاين حداها السيارة ديال رجال الأمن، سيارة الإسعاف اللي نقلت السيدة بعد الإصابة ديالها الحجرة تم نقلها صوب المستشفى الإقليمي اللي تلقي العلاج. إذا غادي يتم نقل بطبيعة الحال رجال الأمن، غادي يديو السيد الديمومة ويديو بطبيعة الحال السائق ديال الحافلة باش يدير المحضر ديالو. نتمنى من السلطات المحلية تدخل بطبيعة الحال وتحاول، أن كاين مجموعة ديال الناس اللي بدون مأوى، كاين مجموعة ديال الناس اللي كيدورو هنا للأسف. الطوبيس هي واقفة، العمال هما تخلعوا، الناس كانت خدامة ما عليهم ما بهم حتى كيتخلعوا للأسف الشديد. الناس واقفة يعني إلا خرجوا من الخدمة ديالهم تبقى واقفين هنا للأسف الشديد هنا بهذه الساحة هذه، يعني ما هما مشاو ديالهم ارتاحوا ما هما هانيين حتى كيتفاجئوا بهذه الضربة من هذا السيد هذا اللي هز حجرة وضربها في الطوبيس.